الجماعات الحمائيه يمكن تكون عام عامين ثلاثه، ولكن الشيء اللي راح يحصل لك هنا هو ان المنتوجات تاعنا تكون تنافسيه، بس الاجراءات الحمائيه مسموح بها عام عامين ثلاثه حتى رمضان يبداو تشوفوا، من فوق لازم تكون هناك احنا ندافعوا على المنتوج تاعنا باش تنافسيه. في البزنس بلان تاعكم دمجوا مركز البحث والتطوير ودمجوا التوجه نحو المخابر الجامعيه. Il faut qu'elle soit partie prenante dans le développement.